لا يزال المتوسط يحمل مآس المهاجرين. هذه المرة ابتلع 78 مهاجرا، غرق قاربهم قبالة سواحل اليونان، والعدد مرشح للزيادة ليكون قدرهم عنوان كارثة جديدة في مياه تقضي على الحالمين اليائسين. والكارثة هذه المرة هي الأسوأ منذ سنوات. الهجرة غير النظامية تحولت تدريجيا إلى أحد أهم الملفات التي تثقل كاهل الاتحاد الأوروبي دون توصل الأعضاء لتوافق تام بخصوصها. وأمام ضغط الأزمة الاقتصادية وصعود الأحزاب اليمينية، وجدت بروكسل نفسها مجبرة على إيجاد حلول خارج أسوار القارة إن لم تنجح الجهود في التعامل مع بلدان المصدر، إلا أن أوروبا باتت تركز على بلدان العبور بمشاريع مغرية أحياناً وقرارات إدانة موحدة أحياناً أخرى. كل طرق الهجرة السرية تقريبا شهدت ارتفاعا في أعداد المهاجرين منذ بداية العام، إلا أن تونس تحديدا تحولت إلى الطريق الأمثل لعبور المتوسط. 50,000 مهاجر سري عبر السواحل التونسية باتجاه إيطاليا منذ بداية العام، زيادة قدرت ب1000% مقارنة بالعام الماضي. تونس تجاوزت ليبيا وأصبحت طريق الهجرة المفضل، ورئيس التونسي قيس سعيد يصفها بزحف جحافل المهاجرين، لكن الأزمة لن تجعل من تونس حارساً لحدود أوروبا. ولا يمكن أيضاً أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه البعض ويخفيه البعض الآخر بأن نكون حراساً لدولهم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.